في أعمال مشتركة
إيهاب الهادي العويب، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة. اليوم نحن في حفل التكريم السنوي للجان ولجنة الإدارة السابقة وكذلك لجان المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة، وهي لجنة دعم مركز الأورام التي قامت ببناء مبنى مساحة 2000 متر لصالح مركز الأورام، وكذلك لجنة المساهمة في وباء كورونا التي وفرت الاحتياجات بما فيها جهاز PCR في مدينة مصراتة، وكذلك الجهات الداعمة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، والتي كانت سند لها في مسيرتها السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات اللي كان لها دور كبير في مساندة الغرفة في عملها ومشاريعها، وكذلك في المواضيع الهامة التي تخص شأن الاقتصادي. واليوم نحن رأينا كغرفة التجارة والصناعة والزراعة من باب الوفاء تكريم هؤلاء الشخصيات والمؤسسات والجهات والأشخاص الذين اشتغلوا معنا وكانوا رافدا لنا في مسيرتنا الاقتصادية والتجارية. وبارك الله فيكم وعلى حضوركم، ونشكركم على حضوركم. أصدقائي، أخوتي في البداية والمطعم، لا أقول لكم الاحترام والتقدير والشكر
شكرا لمجهودة الأبناء في المرحلة السابقة.
شكرا على كل شهادة وعلى كل خير. مع الآن السيد خالد بن خالد بن شعب في القناة.
Exato.